بها الجميع. فالأسباب متعددة ومعروفة، يبقى معدو الحلول وبرامج الحكومة القريب الأمد والمتوسط الأمد والبعيد الأمد. وسؤالي ينحصر في أحد الأسباب الداخلية، الكل يعلم أن هناك أسباب داخلية وخارجية. أحد الأسباب الداخلية هو انتشار ظاهرة الجشع لدى بعض السماسرة المحتكرين الذين يبتزون أو يتمتعون بابتزاز دماء الفقراء من خلال ممارسات غير أخلاقية باحتكار المنتوجات الأساسية للغذاء المحمية أو المدعمة منها أو الغير المدعمة، بتخزينها وإفراغ السوق منها لخلق ظرفية الاتجار فيها بأثمان غير عادلة. فوسائلنا للمراقبة لمواجهة هذه الظاهرة الغير أخلاقية التي ما زالت لم ترتقي إلى مواجهتها المطلوبة، هذه الوسائل ما زالت مشتتة لكل إدارة وسائلها ولكل جهة وسائلها، والنتيجة آخر المطاف هو انتشار الجشع. الدعم الدقيق المدعم أو سواء منها المدعمة أو غير المدعمة لا تخلو من هذا الجشع الذي هي ظاهرة يجب معالجتها. لذلك سيد الوزير، يفرض على حكومتكم مراجعة نظام مراقبة ككل ودعمه وتفعيله ليكون ناجعا بتوحيد هذه الأجهزة المتشتتة وجمع كل المصالح المكلفة بمراقبة الأتمان التابعة لقطاعات حكومية مختلفة ضمن جهاز واحد، مع توفير ما يمكنه من أدوات العمل من مواد المادية والبشرية للقيام بمهمته. وفي هذا الصدد، ألا ترون أن الوقت حان لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الأتمان بشكل تعطيها ما تستحق من استقلالية والفعالية والدعم؟ ونظن أن هذه الآلية من الممكن أن تكون صالحة في هذه الوقت في هذه الظروف الأزمة الصعبة. لذا نسأل معكم عن تصور الحكومة في هذا الموضوع، وهل تنوون إعطاء مزيدا من الفعالية والنجاعة لآلية مراقبة التدابير التي تنوون اتخاذها لهذا الغرض لحماية للمواطنين وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي؟ شكرا.